طبعا هذا اللي انا عملته في القاعده البحريه العام الماضي، وكان في ربط مع معسكر المرتفعه بحول يعني مخصصه للضباط. طبعا هذا البرنامج من برامج اليونسكو، يهتم بالانسان كما ذكرت، ويقدر يعني مجالات الابداع عند المبدعين. من معايير هذا البرنامج أن تكون شخصية قد فارقت الحياة، إذن لا يمكن أن نسجل شخصية حية، لأن هذا برنامج ذكرى. طيب، فيحتفي بذكرى المبدعين من البشر، وينبغي أن تكون تلك الشخصية قد فاق إبداعها حدود الوطن حتى تكون شخصية عالمية. وهناك أيضا لازم حس بمسألة تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، لابد أن تتوافق مع السنة التي يتم فيها الإدراك. فمثلا احنا العام الماضي في قبل 4 شهور أدركنا أحمد بن ماجد بمناسبة مرور 600 سنة تماما على ميلاده، فكانت مناسبة. يعني أيضا لا تدرك الشخصيات العسكرية والسياسية، لأن هذا ليس من شأن اليونسكو. كذلك هناك أيضا أحداث ممكن تدركها اليونسكو في هذا البرنامج. السلطنة طبعا مؤهلة، لأن عندها تاريخ طويل حافل صنعه يعني أفذاذ من العمانيين، فلذلك نحن لا نواجه أي مشكلة مع اختيار شخصيات ما شاء الله من كثر الشخصيات. وهناك عوامل يعني مهمة جدا يعني مكنت العمانيين من الإبداع والانفتاح على غيرهم كما تشاهدون، والتجربة العمانية الحضارية تجربة طويلة جدا. هذه الشخصيات اللي ذكرتها نجحنا في إدراكها حسب السنين التي تشاهدونها أمامكم. هناك شخصيتين لم نتوفق فيها، محمد ابن اسمه الأول أحمد بن نعمان الكعبي، أول مبعوث عماني أو عربي إلى الولايات المتحدة، فقالوا يعني بعد ما بحثوا قالوا هذا غير عماني، هذا أصلا من البصرة فهو غير عماني. وأيضا يعني حاولنا ندرك خطاط عماني اسمه سالم الرواحي، أيضا قالوا هذا ما له تأثير خارج عمان. احنا تعودنا بعد يعني ما ندرك كل شخصية نعمل كتاب باللغتين العربي والإنجليزي، ويعني ينشر داخل عمان وخارج عمان. هذا بالنسبة يعني مرور سريع على البرنامج.